السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم فطيرة بحجم عائلي. هذه الفطيرة اللي غادي نعملوها بعجينة سهلة وبدون دلك وبحشوة اللي هي لذيذة، فعلا روعة تستحق التجربة. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الآخر، وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش تشتركوا معايا في لاشين بالضغط على زر الاشتراك، سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بتحضير العجين. لهذا العجين غنحتاج جوج كيسان ديال العنبر ديال دقيق الفرز، ملح، ملعقه ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، ملعقه ديال السكر الخشن او سنيده، ثلاثه المعالق ديال زيت الزيتون، وكاس ديال الحليب الدافئ اللي غادي نجمعوا به العجين. خديت الدقيق غنضيف عليه السكر، الخميرة، الملح، وكذلك زيت الزيتون. غادي نخلط هاد العناصر كاملة. ونجمع العجين ديالي بالحليب الدافئ حيت هاد العجينة غادي تخمر. دائما قلنا انا خديت هنا كاس الحليب ولاني كيبقى عيني ميزاني. المهم العجينة تكون ما هي قاصحة ما هي خفيفة، يعني عجينة اللي هي رخوة. بعد ما جمعت العجين ديالي كتجي رخوة على هذا الشكل هذا، غادي نغطيها بلاستيك غذائي. هذه العجينة ما كتحتاجش تدلك، يعني فقط انها تجمع. غادي نغطيها كما قلت لكم بلاستيك غذائي، غادي نخليها حتى تخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالها، وندوز نحضر معكم الحشوة اللي غادي نعمر بها هذا الفطير. لهاد الحشوه غادي نحتاجو جوج حبات ديال الجزر محكوكين هكذا رقاق كما كتشوفوا، جوج حبات ديال القرعه او الكوسه محكوكين بنفس الشكل، طن ديال الزيت اللي حيدت منه الزيت، الذره او المايس، واحد الحبه ديال الفلفل الاخضر مقطع مكعبات صغار، حبه كبيره ديال البصله مشلضه. هنا عندي بصله البيضاء مشلضه رقيقه. غنحتاجو الفرماج محكوك. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح، ابزار او فلفل اسود، تحميره او البابريكا، ثوم مجفف، وكذلك الزيت. هنا عندي مخلطه زيت مائده وزيت الزيتون. خديت المقيله ديالي عملت فيها الزيت، قلنا زيت مخلطه زيت المائده وزيت زيتون، نعمل فيها البصله مشلضه. غادي نخلي البصله ديالي تشحر. نضيف عليها فلفل اخضر اللي قطعته مكعبات صغار. غادي ندير الجزر محكوك، نضيف كذلك الكوسة أو القرعة الخضراء اللي حكيتها حتى هي بنفس الطريقة. غادي نضيف التوابل، عندي هنا بابريكا، ملح، فلفل اسود او يبزار، وكذلك شويه ديال الثوم المجفف اللي كيعطينا بنه زوينه. غادي نغطي الخضيره ديالي ونخليها كطيب ونرجع عندكم من بعد. الخضيره ديالي ها هي طابت. غادي نضيف المعدنوس اللي نسيت كاع ما ذكرته في المكونات،
كذلك الطون، انا قلت لكم الطون ديال الزيت. غادي نخلط هاد العناصر كامله. ونضيف كذلك المايس. صافي الحشوه ديالي ها هي واجده، غادي نخليها تبرد. من بعد ما خمرت العجين ديالي وضعف الحجم ديالها، غادي نخوي من هذاك الهواء اللي كيكون الداخل ديالها. غنعمل شويه ديال الدقيق باش ما تلصقنيش العجين. غنقسمها على جوج، يعني على نصفين. غنخلي النصف الاول جانبا وناخذ النصف الثاني ونبدا كنطلقو. الشكل هذا بعد ما طلقتها غناخذ هذا المول دهنته بالزبده وغادي نطلق عليه العجين ديالي بحال هذا الشكل. كما كتشوفوا لبست المول ديالي بالعجين على هذا الشكل هذا. غناخذ الحشوه ديالي بعد ما بردات وغادي نعمر بها على هذا الشكل هذا. نحاول نفرقها. صافي كنوزعها على المول كامل ونقادها. غادي نجيب الفخوماج محكوك ونعملو هكا على وجه هاد الخضرة. دابا نخلي هاد المول ديالي جانبا وندوز نطلق النصف الثاني من العجين اللي بقالي. غادي ندوز نغطي به هاد الفطيرة من الوجه على هاد الشكل هذا. غادي نقطع الجوانب اللي بقاو لي. دائما الفائض كنقطعو بهاد الطريقة. وغادي نحاول نجمع العجين مع العجين اللي كان عندنا لتحت هكذا. نحاول نجمعو مزيان، يعني نحاول نغلق هاد الجوانب هكذا كيما كتشوفوا باش ما تخرج مناش الحشوه. نحاولوا نضغطوا عليها شيئا ما من الجناب هكذا الحشوه ما غاديش تخرج هنا فاش غادي طيب الفطيرة ديالنا. غادي ناخذ البيضه اللي عملت معها شويه ديال صوص الصوجا نطربها مزيان. غادي نزينها بشويه ديال حبات البركه او الحبه السوداء. بالنسبه للتزيين كيبقى دائما اختياري. غادي نخلي الفطيره ديالي ترتاح واحد الخمسة دقائق وندخلها الفران مسخن على 180 درجه طيب من التحت وتحمر من الفوق
ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا من بعد ما خرج من الفران، كتجي محمره من الفوق والوجه ديالها كيجي مقرمش وبحشوه اللي هي لذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها. غادي نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي. كما شفتوا كتجي من الداخل على هذا الشكل، هذا فعلا رائعه وتستحق التجربه. كنتمنى ان شاء الله الفطيره ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها وتقدموها لعائلتكم بالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في لي لايك. الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم ضغطوا على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا ما بقى لي الا نودعكم والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.